يعطيهم ألف ألف مليون تريليون مليون ألف تريليون مليون مليون تريليون ألف تريليون عافية فريق تعخدي لكل مرة عن جد بالشارع كيف بيعملوا جو كثير حلو وكيف بيخلوا الناس تتفاعل بطريقة كثير جميلة. أكيد. بدي أرجع لك نذير سريعا. يلا نذير قبل شوي وإحنا عم نحضر الفقرة دخلت علينا هيك بجو لطيف قلت لنا كم من حدا من فريق رؤية عادي بدنا نعملهم بدي حابة تبلش طيب بلش. أوكي. إذن رح نبلش معكم الآن وننتقل في استوديوهات رؤية إلى حلوة دنيا مع فؤاد الكرشة. مشاهدينا الكرام نحن اليوم إذا بنحط إيدنا على الجرح بنوصل من خلاله للدم ولما نحط على الدم والجرح ملح بيطلع معنا موال ولا لا يا رهف تخش عليه رهف صوالحة مزبوط 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 وهلا انا هذا كيف بدي احكي لك اياه كمان برضو انت يا فؤاد وهلا رح ننتقل لغادة سابا. مرحبا يا حجة كيف حالك انتي شو اخبارك قولي لي هاي الفريكة هاي الفريكة بقديش حقها صوروني وانا بعيط. غادة التلي تبعت المطبخ ودلوقتي حنحط الخيار على الكشري ونحط شوية ملح وشوية سكر معرفش ليه حيطلع معانا شوش برك